الناظرين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تحذير مباشر من الرئيس الأمريكي لناظره الروسي من مغبة استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، يقابله نفي من قبل موسكو لنيتها باستعمال هذه الأسلحة، فيما يجدد الرئيس الأوكراني رفضه الذهاب للمفاوضات تحت التهديد بأسلحة الدمار الشامل. واقع يضعنا أمام تساؤلات عديدة، فما المراد من التحذيرات الأمريكية الأخيرة، وإلى أي مدى يمكن أن تنجر الأوضاع إلى حرب غير تقليدية، وأي سيناريوهات ممكنة للأزمة في ظل ازدياد التصادم الميداني والاقتصادي؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي، ومن واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث الدكتور عبد الوهاب القصب. نتابع هذا النقاش بعد التقرير التالي. تحذيرات جديدة للرئيس الأمريكي تكشف مستوى القلق المتنامي في الدوائر الغربية من التداعيات المستقبلية المحتملة للصراع في أوكرانيا. بايدن حذر بوتين من مغبة اللجوء إلى استخدام أسلحة نووية أو كيميائية تكتيكية، وذلك بعد أيام من الخسائر الكبيرة التي بنيت بها القوات الروسية جراء هجوم مضاد للقوات الأوكرانية في مناطق شمال شرقي البلاد، ما وضع بوتين تحت ضغط من القوميين المتشددين في الكرملين الذين يطالبون بدفع حشود كبيرة إلى أوكرانيا أو تكثيف الضربات العسكرية لاستعادة زمام المبادرة. مقابلة بايدن مع شبكة سي بي إس نيوز حملت الكثير من التحذيرات والاتهامات، أتت عقب تهديدات الرئيس الروسي من أن موسكو سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغط، مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدم في مرحلة ما وسائل غير تقليدية في إشارة إلى الأسلحة النووية أو الكيميائية، وهو ما ينفيه حتى الآن مسؤولو الحكومة الروسية. لا تفعل، لا تفعل، فاستخدام هذه الأسلحة سيكون له تداعيات لم نراها منذ الحرب العالمية الثانية. لا أستطيع أن أحدد بدقة ما سيحدث عندها، ولكن ردنا على هذا الأمر سيتوقف على المدى الذي سيصل إليه الروس. بايدن قال دون الخوض في التفاصيل إن رد الولايات المتحدة على أي تصعيد عسكري روسي سيعتمد على حجم ما يفعله الروس، ولوح بأن روسيا ستصبح منبوذة في العالم أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى، محذراً من أي استخدام للأسلحة غير التقليدية سيجعل العالم يواجه أوضاعاً لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. ميدانياً تبدو الكفة راجحة لأوكرانيا على الجهة الشرقية، حيث استعادت السيطرة على آلاف الكيلومترات منذ بداية هذا الشهر، لكنها تقر في الوقت نفسه بأنها لا تستطيع المضي قدماً بنفس وتيرة التقدم بسبب ضعف تأمين خطوط إمداد قواتها. من جانبه يؤكد الكرملين أنه ماض في عملياته العسكرية، وإن قواته نفذت ضربات عالية الدقة ضد مواقع أوكرانية في منطقتي ميكولايف وخاركيف، حيث تشتد المعارك بين الجانبين بشكل خاص على الجانب الشرقي من نهر أوسكيل. صابرين عقاب، تلتي عربي. أجدد التحية للضيفين الكريمين، وأستهل هذا النقاش مع سيادة اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي في بيروت. يعني من خلال هذه التحذيرات من قبل الرئيس الأمريكي لنظيره الروسي، هل ثمة مؤشرات ملامح عن تحول مسار العمليات العسكرية إلى حرب كيميائية أو نووية؟ لا أعتقد ذلك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور ضابط إيقاع للحرب الواقعة بين روسيا وأوكرانيا، فهي من ناحية لا تريد أن يتفكك أو أن ينهار الاتحاد الروسي كما انهار الاتحاد السوفيتي، لأن لذلك تداعيات خطيرة وكبيرة، وعندها يمكن أن نقول أن كل الاحتمالات أصبحت على الطاولة من استعمال النووي أو الكيميائي أو غيره. وبنفس الوقت لا تريد للجيش الروسي أن يتقدم أكثر داخل أوكرانيا أو يحقق نجاحات أكثر، فهي تريد وضع بوتين في
الخانة التي يعني يضطر بها التفاوض وعدم انتظار الوقت أكثر. فهو يريد بوتين يريد كسب الوقت للشتاء ليراهن على التغيرات الداخلية والضغط الشعبي الداخلي على الدول الأوروبية وحتى على يعني ربما تفكك بعض الدول يعني انفصال بعض الدول عن الاتحاد الأوروبي. كل هذه الرهانات هو يريد أن يقول يعني يقول له كفى كفى عليك أن تقف لبوتين ولا تستطيع أن أكثر. ومن نفس الوقت لا يريد أن يعني زيلينسكي أن تأخذه نشوة النصر بأنه قد ربح 6000 كيلومتر أو غيرها، وبالتالي أيضا يضع شروطه للتفاوض كما أصبح الآن أو يحاول الاستفادة زال نقول الابتزاز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بمساعدات بأنه هو ينتصر وعليهم أن يعني يساندوه أكثر، لأن لهذه المساندة أصبح لها نعم. يعني ضوابط كثيرة في إذا كانت ولكن سيادة اللواء يعني قبل هذه الأزمة الراهنة في أوكرانيا، هذه العمليات العسكرية من قبل موسكو في داخل الأراضي الأمريكية الأوكرانية، كانت هناك تحذيرات من قبل واشنطن بأن موسكو ستقدم على عمليات عسكرية داخل أوكرانيا. تتزامن التحذيرات الآن وتأتي الآن من احتمالية نشوب حرب نووية، هل يفهم من ذلك بأنها بنيت على معلومات استخباراتية من قبل واشنطن وبريطانيا؟ الصعود الذي كان يعني صاعدا به بوتين طبعا وأصبح يعني يلقبوه بالقيصر وأخذته بعد مجيئه إلى سوريا والمياه الدافئة يعني بجيوبوليتيك هذا قلب العالم لا يستطيع الخروج إلى المياه الدافئة واحتلال بلدان بالخارج. هذا الصعود الذي صعده بسرعة بوتين طبعا أثار مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بالتالي من أنه يمكن أن يخطر بباله التوسع باتجاه أوروبا. لذلك يعني عندما وصل إلى كييف كل الإمكانيات وضعت بتصرف عندما وصل الجيش الروسي إلى كييف لأنه أصبح على أبواب الحدود الأوروبية، أما وقد تراجع إلى الخلف ووضع وصرح منذ يومين أن هو سوف يعني يبقى داخل إقليم دونباس ولن يعني يذهب أكثر من دونباس وأن هدفه الأخير في هو دونباس فقط. هذه التصريح يعني أن بوتين قد خفض سقفه كثيرا وأصبح لا مانع عنده من الجلوس مع زيلينسكي، بينما في بداية المعركة نحن نذكر أن كان زيلينسكي يطلب الجلوس معه وهو يرفض، هو يريد أن يجلس مع القادة الأوروبيين ومع الرئيس الأمريكي ولا يفاوض على أوكرانيا ولا يريد يفاوض أوكرانيا مع الرئيس الأوكراني. نعم. دعنا ننتقل إلى الدكتور عبد الوهاب يعني القصاب في واشنطن. دكتور عبد الوهاب يعني في ميزان السياسة ماذا تعكس هكذا تصريح تحذيرات من قبل الرئيس الأمريكي لنظيره الروسي؟ تحياتي لك ولل ضيفك الكريم من بيروت. يعني كان واضحا منذ الأيام الأولى لهذه المجابهة غير المنطقية وغير المعقولة وغير المطلوب من قبل الاتحاد الروسي في أوكرانيا. كان واضحا أنه بعد أن فشل الاتحاد الروسي في هجمته الأولى لكي يحقق أهدافه كان لديه أسبوع إلى أسبوعين، لو كان حقق أهدافه لفاز، لكنه عندما جوبها بتلك المقاومة الشعبية أولاً الأوكرانية ثم مقاومة القوات المسلحة الأمريكية انتقلت الحرب بشكل واضح إلى حرب النيابة. يعني هنا لدينا مجابهة بين الاتحاد الروسي من جهة وأوكرانيا تقاتل نيابة كل كتلة نيتو من جهة، بدليل أن كتلة نيتو تقدم كل ما يمكن أن يمد القوات المسلحة الأوكرانية بأسباب المسلحة. والذي جرى في المرحلة الأخيرة
عندما استطاعت القوات الأوكرانية أن تنطلق وبسرعة وتقذف القوات الروسية خارج الحدود في النطاق الشمالي الشرقي، بات واضحا أن الحرب ستتحول إلى حرب عبثية حقيقة، ولا حرب استنزاف، يعني حرب عبثية أنه لا داعي لها، لأنه بالإمكان الجلوس والتفاوض على ما يمكن أن يحل الأزمة، يحل الموضوع. نحن هنا لسنا في وارد الانتقال إلى صراع نووي، كيميائي معقول، ممكن جدا، ومن هنا هذا التحذير المبطن الأمريكي أنه يعني لو أنت يا بوتين لجأت إلى الكيميائي لربما ستجهز. دلالات التوقيت في التحذيرات الأمريكية الموجهة لموسكو دكتور عبد الوهاب. التوقيت واضح أنه يعني هنالك ضغط واضح على بوتين من الداخل الروسي لكي يفعل شيئا، يعني الشعب الروسي أيضا يعاني، ثم هنالك عصبة من القوميين الروسي الذين يؤيدون مطالب الجالية الروسية والأقلية الروسية الموجودة في دونباس، وهنالك ضغط على بوتين لكي يأخذ شيئا، لكي يعيد على الأقل ماء الوجه بعد هذه الهزيمة الممكنة، حقيقة هزيمة لا بكل المقاييس، لا يمكن أن تجد لها أي يعني أي تفسير آخر. تعيد إلى الأذهان حالات الهزائم الموجودة، يعني حتى الهزيمة الأمريكية مثلا في فيتنام، يعني هذه هزيمة حقيقية بكافة المقاييس. ولذلك فأني أرى بأن على بوتين، الرئيس بوتين، أن يزن تياراته. علينا أن نأخذ بالأقل اعتبار الزيارة الأخيرة التي قامت بها بيلوسي إلى أرمينيا، وواضح أن القدوم إلى أرمينيا محاولة لاستقلال ضرب الضعف الروسي عن إسناد أرمينيا حيال الهجوم الذي تم. يعني من خلال هذه التحذيرات دكتور عبد الوهاب، هل ثمت معلومات لدى واشنطن بأن بوتين قد سيقدم على حرب كيميائية، وبالتالي أرسلت هكذا رسائل له محذرة له من مغبة هذه الحرب إذا حدثت؟ لربما، يعني أنا أنفي حقيقة الاستخدام النووي، لكن الاستخدام الكيميائي أضحى عملية يعني تلعب بها حتى المنظمات التي لا تمثل الدولة، المنظمات الرقابية، أي جهة لديها يتيسر لديها قدرة وإمكانية على استخدام سلاح كيميائي يمكن أن تستخدمه. هنا علينا أن نضع مجموعة من الحقائق أماما. أولا، أن التراث الكيميائي الموجود لدى روسيا هو ما حصلت عليه من الاتحاد السوفيتي السابق، وما حصلت عليه روسيا من الاتحاد السوفيتي السابق الذي هو أساسه القديم الكيميائي الألماني في غاز التابون الفريسي، موجود نفس هذا التراث، نفس هذه الخبرة، نفس هذه القدرات والإمكانيات لدى أوكرانيا التي كانت تشكل جزءا عضويا من الاتحاد السوفيتي قبل انحلال الاتحاد. هنا لربما فيما إذا شعر بوتين بأن استخدام هذه الأسلحة بشكل مباشر قد يعيد له بعض الكيلومترات المربعة مما فقده أو إبعاد الأوكرانيين عن الحدود الروسية فعلاً، لربما. طيب، دعني أعود إلى سيادة الركن، اللواء الركن عبد الرحمن الشحيتلي. يعني سيادة اللواء بوتين صرح بأن موسكو ليست متعجلة في عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، هذا ما الذي يعنيه عسكرياً؟ كيف يفهم ويفسر استراتيجياً وعسكرياً؟ عندما يقوم الجيش الروسي أو أي جيش في العالم بعملية هجومية يستعمل النخبة، جيش النخبة في الهجوم، ولكن بعد عملية احتلال الأرض يسحب هذا الجيش وتقوم وحدات عادية بالتمركز مكان الجيش. هذا ما حصل مع الجيش الروسي، والآن بعد العملية الهجوم المعاكس التي قام بها الجيش الأوكراني كان الهجوم على القوات العادية أو المتعاقدين كما سماهم بوتين، والذين تركوا، هؤلاء ليسوا من النخبة بالجيش الروسي، وبالتالي تركوا أسلحتهم وتراجعوا، إذا لم نقل فروا بسرعة.
الآن أصبح بالتحليل لماذا هدد، يعني لماذا قال الرئيس بوتين أمام في هذه الحالة بالتحليل يكون أمام بوتين أحد خيارين، إما إعادة تكوين جيش النخبة وإعادة تكليفه بالمهمة، إعادة احتلال المناطق التي انسحبوا منها، وهذا مكلف جدا ويغير باستراتيجية المعركة، يعني سوف يقوم بسحب هذه الوحدات من الجبهات الأخرى وتكلفة مهمة جديدة، وبالتالي هذا موضوع يأخذ على الأقل شهرين لإعادة إنجاز هذه المهمة، هذا لم يكن أكثر من شهرين، 3 أشهر، شهر لإعادة يعني التجميع، وشهر لعملية الاحتلال، وشهر لعملية التمركز. هذا إما الخيار الثاني أمامه توجيه ضربة مماثلة تقوم بثقل إعادة احتلال الأرض، توجيه الضربة مماثلة بثقل احتلال الأرض، هذا ما يعني يكون، وهذا سيادة اللواء يعني ما يقودنا إلى سؤال آخر، يعني التغيرات في التكتيك الروسي بعد المتغيرات على الأرض لصرح القوات الأوكرانية، كيف سيكون من المعتاد في هذه العملية العسكرية أن موسكو ذهبت إلى كثافة النيران، بالتالي كيف ستكون الأساليب التكتيكية لدى موسكو وعلى أي صنف من الصنوف العسكرية ستركز؟ سوف تكون تدور في حلقة فارغة. القصف لا يؤدي إلى احتلال الأرض والأرض لمن عليها، القصف لن يحقق أي نتيجة إلا إذا استعمل قصف كيميائي أو نووي، عندها أصبح الوضع مختلفاً. أما القصف العادي بالأسلحة العادية لا تغير بمجرى المعركة مهما كانت كثافته، بالنتيجة سوف يبقى كل جيش بالمنطقة التي هو متمركز فيها. لذلك أصبح الخيارات أصبحت أمام، يعني كما خطط وكما قلت لك أن أمريكا ضابط إيقاع تريد أن تضع بوتين في المكان الذي يذهب إلى التفاوض ولا يعني إجراء كومبريمي إذا بدنا نسمي يعني تفاهمات على ملفات، كل ملف على حدة. هو يسعى الآن يعني بعد أن جربوا ملف الغذاء هو يسعى الآن إلى ملف تصدير المواد الكيماوية الزراعية، ومن ثم إذا نجح هذا الملف يسعى إلى ملف استاتيكو، أن يبقى تبقى القوات الروسية في أماكن محددة لا تتقدم، ليس وقف اطلاق نار وليس وقف عمليات حربية، وإنما تصبح هناك تفاهمات على، وعلى ما يبدو ربما كانت هذه التفاهمات مع الدول الأوروبية بين روسيا والدول الأوروبية قد بدأت بوادرها، بدليل أن ألمانيا رفضت تزويد الجيش الأوكراني بالدبابات، وأن الخطاب ببروكسل الأخير لم يتطرق إلى المساعدات إلى أوكرانيا. نعم. والشارع في الأوروبي بدأ بالتململ من هذه المساعدات. بنفس الوقت الداخل الروسي بوتين لم يستطع مسك الداخل الروسي وأفهمهم أن هذه قضية روسية كبرى، يعني لا يشعر الروس بأنهم هم داخلون بحرب يعني تواجه يعني تهدد كيانهم، وليسوا راضون عن هذه الحرب. طيب دعني أنتقل إلى دكتور عبد الوهاب في واشنطن، يعني دكتور عبد الوهاب جميع هذه الأطراف المتسارعة تتحدث عن طول هذه العمليات العسكرية، هل يعكس هذا انسداد في أي حل سياسي قد يتبلور على السطح، أم أنه يعني بمثابة رفع لسقف التفاوض لكافة الأطراف؟ يعني يمكن أن يكون الجواب إلى الاحتمالين. الاحتمال الأول أنه حقيقة الآن أي من الطرفين يسعى بشكل رئيسي لكي يقوي الأوراق التي بيديه أثناء التفاوض. أوكرانيا مسندة بالناتو مهما كانت تحفظات الأوروبيين، إلا أنها لن تتصاعد إلى المستوى الذي يبث في عقد يعني عقد وحدة الناتو حيال روسيا، ذلك لأن الناتو والدول الأوروبية كلها تعلم بأن الخسارة أمام بوتين في هذه المعركة ستفتح أبوابا كبيرة، يعني لا يمكن سدها، ثغرات لا يمكن سدها، يمكن قد تفضي إلى تفكك الناتو في هذه الحالة إذا ما انتصر بوتين، وهذا طبعا احتمال أنا أراه أصبح بعيدا بعد أن فشل في هجمته الأساسية الأولى باتجاه كيف. كان بإمكانه أن يملي ما يريد لو استطاع أن يقف على حدود بولونيا، هذا
سؤال. وبولونيا طبعا هنا ايضا جائزه روسيه كبيره، يعني تاريخيا بولونيا ايضا جائزه روسيه كبيره. الان عمليه اعاده الحسابات تقتضي وجود المنطق الذي ارى انه غائب في حسابات القياده الروسيه. القياده الروسيه الان يعني متورطه في سوريا، وتورط يعني رغم انه امتداد جيوبوليتيكي، رغم انه محاوله الوصول الى المياه الدافئه، الحلم الروسي القيصري القديم، رغم كل هذه الامور الا انها متورطه هناك. وعندما يحتاج النظام السوري شيئا لن تكون روسيا جاهزه لكي تقدمه له كما كانت تقدمه سابقا، وهذا سيجعل من الانظمه الصغيره هذا النظام السوري يتوقع انه في مرحله. ولكن دعنا في اوكرانيا دكتور عبد الوهاب، يعني في ظل الادوات الضاغطه لكل الاطراف المتسارعه في الازمه الاوكرانيه، برايك من لديه القوى؟ لمن ستميل الكفه خلال هذه الازمه في ظل هكذا المعطيات؟ فيما اذا نجح الاوكرانيون في ان يحولوا هذه الحرب الى حرب استنزاف للقوات الروسيه ستكون يدهم العليا حقيقه، هذه حقيقه. اما اذا يعني اتخذ بوتين قرار الحرب العامه، الحرب الشامله، وهو قرار يعني لا اظن بان روسيا قادره او بوتين قادر على اتخاذه في هذه الظروف، عند ذلك طبعا الموقف سيكون متغيرا، لان هنالك ردود فعل تبدو من الجانب الاخر، يعني من الولايات المتحده والحلف الاطلسي، اي تصعيد نعم يجعل من كفه التوحد في جانب الحلف الاطلسي اقوى. الان انا اقول لو كان بوتين حكيما لخرج من مازق حرب الاستنزاف التي. طيب اعود اليك سيادة اللواء، يعني اذا ما ذهبت موسكو الى حيث المسار النووي او الكيميائي في هذه العملية العسكرية، كيف سيكون الرد من الغرب تحديدا واشنطن والاثار المترتبة من هكذا تحول في مسار العملية العسكرية؟ لا اعتقد انه سوف يسمح له الذهاب الى هذا المرحلة. ربما الرد سوف يكون قبل استعماله السلاح النووي، ولن يسمح له باستعمال السلاح النووي. ربما الرد من الداخل الروسي بعدم تمكنه من أخذ القرار، أو بضربة مسبقة من لعدم استعمال هذا. لا أعتقد أن يعني سوف يسمح له بهذا الضرب من الجنون. أنا استبعد الذهاب إلى الحرب النووية استبعادا كاملا، وان كان يعني من قبل من سوف لن يسمح له سيادة اللواء، من الداخل الروسي ام من ضغوطات ضاغطة عليه من قبل الغرب؟ من قبل الداخل الروسي لن يسمح له ايضا، يعني ليس لديه القدرة الداخلية على اتخاذ هكذا قرار. اصبح لم يعد هو القيصر الذي كان عند بدء الحرب، يعني هناك اصوات داخل روسيا اليوم تعلو وتتكلم بصوت عالي وهي تعارضه، ولا يستطيع أخذ هذا القرار أمام القيادة الروسية أو البرلمان الروسي أو حتى الشعب الروسي. لا أعتقد أنه يستطيع الذهاب إلى هذا الخيار. هذا خيار مستبعد برأيي أنا، والتحذير الأمريكي جاء من باب التحذير للجميع، لروسيا من ناحية ليقول لبوتين أنه كفى، ولزيلنسكي أيضا بأنه يريد أن يقول له لا تستطيع أن ترفع السقف كثيرا، اذهب وفاوض. وهذه الحرب يجب أن يعني تضع أوزارها، كان مخطط لها أن تكون أطول من مما نحن ننتظر، يعني كانت حرب 5 سنوات، ولكن على ما يبدو أن بلشت الأمور بالتدهور السريع. لم يعد بوتين وهي على فكرة هي حرب خاسرة روسيا وخاسرة أوكرانيا، يعني لن روسيا سوف تكون خاسرة. يعني ما الذي يجعله يتراجع بإيجاز سيادة اللواء؟ ما الذي سيجعل بوتين يتراجع؟ هل من ضغوطات غربية عليه أكثر حتى يتراجع بوتين عن هذا السيناريو الذي لوحت به موسكو عن طريق الرئيس الأسبق ميدفيديف؟ صرح بأن قد تذهب موسكو إلى حرب نووية، إلى حرب عالمية ثالثة. هذا تهديد فقط، هذا تهديد.
ليس هناك من يستطيع أخذ هكذا قرار في الاتحاد الروسي اليوم. روسيا ليست بوضع القوي لدرجة أن تأخذ قرار، كما أن روسيا لم يهدد الأمن القومي الروسي، ولم تهدد روسيا بوجودها، ولم يهدد الكيان الروسي حتى تستعمل هذا السلاح. استعمال هذا السلاح مربوط بتهديد الكيان الروسي، حتى الآن لم يهدد الكيان الروسي. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجية لواء الركن عبد الرحمن شحيتلي من بيروت، وكذلك الشكر للباحث في المركز العربي للأبحاث دكتور عبد الوهاب القصاب من واشنطن. وشكرا موصول لكم النظرة الكرام في ختام هذه الحلقة، تحية مني وإلى اللقاء.